عمايل من يوم اهو اهو جيل. معليش انا عندي ديسكة حاصلة بهي، وديسكة هادي متاع والدة فصلتها صور اشعة متاع امي عندها جلطة في الدماغ هي، والدكتور يستنى فيه بالديسكة. انا امس طالعة ندهور ببنت اختي، المهم ونزلت المحل ماشي نشري لها حاجات، هي لقيت كاتب مكتوب عليها جلطة، تحسبها اغنية السكني جاتها جلطة. والله وخيت انا ما عنديش على فكرة، مشت حطتها ان شاء الله، اقول ما حطتهاش مقلوبة يا وخي، بالله عليك حولي معاي زودي شوفها. سكر نحي ايه شوفها. شوفها بالله ما هي شو بتدير، لقيت على مكتوب عليها جلطة تحسب اغنية السكني جاتها جلطة، وهي ديسكة امي الدكتور يراجي فيها تعرف توا، ان شاء الله خير وخلاص. ترى حاول معاها مش عارف مشكلة، انا وخيتي انا ما عندي انا فكرة الحاجات هيا معليش يحاول نحاول يا رب. ديسكة زيادة ثاني حاجة ما فيهاش لاعب، هي المفروض تندس ايه هيك، لكن بنطلع الديسكه انا ما عرفتش كيف بنطلعها، وان شاء الله غير بس ما دخلتهاش مقلوبه هي الديسكه. تحولي معاها كيف ينفور المسجل تاعك؟ من هنا ما من هنا من هنا هي ها هذا الفتحه. ما في صوت شرطة عليك حي بنت عم يجيبها معك واحد منين؟ والله الا ما نحرج خوتك بالله. خيرك يا اخوي شو تقول؟ خيرني انت 100 100 خليك. شو تقول يا هي؟ هذا والجيران الصيف. ايوه يا عمي شاي طيب بالك يلا طيب بالك مش والله ما قردوك اليوم. شو تقول يا حي؟ هي قلبها على الشماته. انا شنو هي؟ هي قلبها على الشماته. لما شماته افتح الباب يا راجل. اوكي انت تقدر تفتح الباب بكري. من هو؟ والجيران الصيف. افتح يا اخوي افتح الباب يا معلم افتح. والله ما قلت لك بالله افتح الباب يا معلم. مني انت يا اخوه افتح الباب يا حال. كيف نفتح يا اخي؟ وين انت؟ تعال افتح السياره. تعال مع واحد افتح يا اخوه. مع واحد السياره تعال بسرعه. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوي. فاهم موضوع غلط انت يا عمي. يا اخي افتح الباب ربي يديك يا اخوي. والله ماني فتحها لاني جي خوته ولا لاني جي خوته. انت من شو شو والله دم الركاب اليوم. انت ما بيني وبينها شيء المراه. افتح الباب يا راجل افتح افتح. انت والله ماني فتحها. ايش تقول يا اخوي؟ لاني جي خوته. افتح الباب يا اخي. والله ما فتحها بالله. افتح الباب افتح خليك افتح. والله ماني فتحها. افتح الباب. والله ماني فتحها بالله. انت من هو هذا؟ افتح الباب يا راجل افتح افتح. والله ماني فتحها خليك الا ما تتقطع. يفتح الباب يا اخوي. شو بيني وبينها المرايا؟ اوكي انت بتقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. تسوق بها امور طيبه وفي شارعنا انت كيف؟ افتح الباب يا اخوي. اوكي انت فاهم غلط انت والله اللي فاهم غلط. مانيش فاهم غلط. شدي انت يا لا اله الا الله. لا اله الا الله. شدي انت يا اخوي. ترى المراعي قلت لها الديسكه بتطلع. ديسكه انت اللي ديسكه. لا اله الا الله. تفتح الباب يا راجل.
تيفتح. طيب الله من يفتحها بالله. تيفتح يا اخوه يفتح يا راشد. تابعي. تيفتح. لا اله الا الله. فضيحة فضيحة نحب انا الفضايح على الصبح. فضيحة يا فضيحة. لا اله الا الله. مشوي. افتح الباب. مشوي. هوني اخوتي. افتح الباب. تفتح. هوني باينين لي. لا اله الا الله. افتح الباب يا راجل افتح. تيفتح. كاميرا خير كاميرا جيب الكاميرا جيب الكاميرا جيبها هاي كاميرا خير كيف طالك ارجو طالك قرب ركب في الشط وديك الكاميرا غادي فاشوف الباب في الشجر اعطي الكاميرا بحال الجوني ولا توجع لك 100 الكاميرا في السياره نعرضوا نعرضوا عفوا السلام عليكم خوي معلش شويه بس خيي انا عندي معلش بس عندي ديسكة حاصله هنا باهي ديسكة هذه فصلها صور اشعه نتاع امي عندها جلطه في الدماغ مكتوب عليها جلطه الديسكة هذه والدكتوره هنا استنى فيا شو اللي صاير انا طالعه ببنت اختي ندور بها نزلت من محل هي لقيت الديسكة مكتوب عليها جلطه تحسبها اغنيه سوكني جاتها جلطه حطتها ما عادش تبي تطلع بكل بالله شوف قعدت نجرفها ما تبيش تطلع خيي شوفها لي بنديه اللي يصلح يا باهي ماشي اركب اركب انا والله حاولت معها وخي بالله عليك دكتور لا ما عنديش انا هنا لا ما عنديش غير دكتور يجي فيا وخي وميمتي تعبانه اللي يصلح معك احنا بلا فهمتي كيف ولا حاول معها وخي لازم فيش هنا شاشة حاجة بس يبط ما يطلع لقطة لا لا بكل لا لا انت تعرف اكتر مني انا والله ما نعرف والله ما عندي فكرة انا الحقة وعندي فكرة عن المطلوبات لكن انك والله العظيم مش عارف لك عندي ما في اللي يصلح فهمتي كيف ولا ان شاء الله خير شوف فترة هي نعرفها تطلع في الديسك انا فهمتي فترة نجاوبوها احنا ما فيش بطمة هنا حاجة هكي لا والله ما نعرف لا هكي نعرفها من هنا البطمة هذه بس هنا لا يا محمد رسول الله تبقى كشفيت حاجة عدة ما عندكش بكل هنا لا والله يخي ما عندي هنا غير وتعرف ميمتي في حالة راو لا لا خير خير بإذن الله خير شو تدير هنا يا الله شدير هنا شدير خيرك يا اخوي شدير هنا حي بنت عمي جمع مع واحد تحيه عليك حي اليوم من مليك هذا والجيران نصطيف والله لا ما يقطعوك بالله في 100 دقيقه بس خيرك يا معلم فاهم غلط طيب وكان انا شمات حشيش تي شمات والله شمات والله فاهم غلطه طالع من يشوك الطوق قداش ليه مع شمات ركبه انا لا افتح السياره ولا ادرسوا يا حاج 100 لا افتح سيارة لا واحد لا افتح السياره يا حاج هاي بس فاهم غلط انت مين هذا من جيراننا ماشيني وجيراننا دير لي مشكله يا راجل افتح معلم خلاص خليك افتح يا حمودي وين انت اختكم في السياره مع واحد راح كسر السياره في البركاجو انا نطلع شنو انا في البركاجو تعالوا 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 بسرعة تعالوا في البركاج احنا بسرعة من هو هذا؟ اي تعالوا بسرعة 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 لا افتح نقول لك شنو صار لا بالك شنو صار ايه لا افتح تقول والله ما طلعها نشم الدم اليوم قعمز عينيك قعمز مش دم انا قعمز افتح الباب ما قاعد يفتح
افتحي وانزلي. يا ولا لما يقطعوك اليوم بالله. خلنا ننزلوا يا راجل، لا دمين. عليك اليوم دمك على ركاب. افتح يا راجل افتح. افتح يا حاج خيرك يا راجل. 100% ما خليك انت طيب بالك. كان البنت واقفه عليك انت تعرف في الدسكه. لا دسكه ولا حتى انا دسكه. هي حتى في العمر اكبر مني. دسكه تدير فيها يا شوف فيك انا مرات. هي حتى في العمر اكبر مني. شوف فيك انا. شوف فيا اول مره يا حاج. تم تم انت تعلان سرطاسيه ولا يوم. انا مرات ما عنديش سياره انا. نعرفك يا راجل. افتح يا راجل. انت تعلان صار انت. افتح بس. باهي كان قدرت لي دفة عادي. افتح يا. خليك نشم بيكا 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 جو 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 خوتي جو خوتي جو خوتي جو افتح يا بيكا فرده برا برا في السياره اجيب هنا هناك باه هنا في وسط الكادر صح والله كان كاميرا خفيه سامح ايش توج على كميه 100 ها كاميرا هذه ها كاميرا هذه ودي كاميرا تاع هاي كاميرا جورت انت ودي كاميرا هذه مش كاميرا خلاص شوف الكاميرا هيا توج على هيا شوف غادي ها اخيرا عفوا اخوي السلام عليكم معليش اخي انا عندي ديسكه حاصله باهي حصلت في المسجل انا هذه ديسكه مكتوب عليها جلطه نتاع امي عندها جلطه في الدماغ كويس والمستشفى هنا والدكتور يستنى فيه باش يشوف صور الاشعه تمام ايام طلعت بنت اختي ندور بها نزلت المحل بناخذ لك شكاليت وحاجات رجعت لقيتها حطتها لي ديسكه تحت حساب اغنيه سوقني جاتها جلطه هي مكتوب عليها جلطه ديسكه حصلتها ما عرفت كيف نطلعها اخي شوفها لي شوفها اركب اركب اشوف يا ساتر ستر خلاص ها هو من هنا من هنا اخي شوفوا لي راحت الدكتور يستنى فيا وميمتي وضعها حاله راهو ميمتي هي شنو وصلها الديسك هنا ما هي تحسب اغنيه السوكي مكتوب عليها الجلطه هي نتاع امي فيها صور الاشعه نتاع العمليه فهمتها كيف فهي جت ركبتها هنا تحسب اغنية سوقني جاتها جلطة يا ربي خير يا رب انا فتحت المسجل انا بنطلع ديسكا وخي يا رب بين ما تحصل كيف تديروا هذه وخي ديسكا ما عندكش كشافيتي في السيارة لا ما عندي شيء انا ما عنديش ما شو اسمها كشافيتي حتى موس حاجة لا لا ما عنديش خبطها هكي بركة تحت المساحات انت يا خوي ايش نوصلها هي الديسك وين بنت عمي جيب مع وين وين في السيارة مع واحد وين حي على حي حضرين اليوم حي على حي الباب نفتح لك سيارة نفتح لك الطيارة إن شاء الله الباب يا أخوتي تو جو نفتح لك سيارة دقيقة بس يا أخوي أفتح دقيقة بس مين هذا دقيقة بس من الباب يا بلا أفتح لنا يا أخوي حال الفضيحة بتاع اليوم حي الباب يا رجل لما نقول لك يا عقلي ها لما نقول لك يا عقلي أنت تودرنا يا رجل أفتح تم تم 100% غير خليك 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 أفتح فعل خير يا أخوي أفتح لنا الباب فعل خير حمودي وين هو هذا يا تعال تعال احنا في البركات اختك معاه واحد راه جاي على الديسك يا اختك معاه واحد افتح لنا الباب يا اخونا تعال انا تعال انا بسرعه هيا هيا تعال تعال بسرعه انت دوت تطلعها بكري تقول ما يدم اليوم يا اخوي نشم فيه الدم انا المليون افتح يا راجل لما دم لا لا ربك قديش ما شفت ربنا في الشارع يا افتح اما شو افتح الباب يا اخوي افتح انا افتح بكري افتح الله يهديك على الصيف انا ما تعرفنيش انت ما تعرفنيش انت افتح الباب ليه الدم نركب افتح تقع مزلوطه الباب تقع مزلوطه الباب يفتح الباب افتح افتح لنا الباب جايينك
افتحين الباب يا ابلة. كلمة هو. يا افتح يا راجل افتح. انت كنت تردفني عادي افتحك. افتح لنا الباب يا راجل افتح لنا الباب. افتح. افتح الله يهديك يا اخوي. حاضر. ولا لما تتقطع الليلة بالله. افتح خذ وقتي معانا بنفهمك يا اخوي. بتفهمنيش. افتح لي الباب. ما عرفتش انا نعرف الدم بس اليوم. الدم شني الله يهديك افتح يا اخوي ساعة الخير. عندك علم كيف طالعين من الحبس؟ الله يهديك حبس شني افتح لنا الباب يا طيب. وانت معقولة في النهار؟ معقولة فهمي وانت معقولة انت؟ افتحي لنا الباب يا ابله افتحي لنا الباب. كلمة كلمة الله يهديك افتحي لي الباب. شو 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 اخوتي المجارم. افتح شدها بيك. شدها شدها. هي الله هيك والتركي عمايل من يوم اهو اهو جيب. رمزي فلان قول لي نفس الشارع طلع واحد اكل سكحل اذا قلت علي غادة اللي سكحل الحقه الحقه. كاميرا ولا لا كاميرا؟ ولا راعشتوني ولا رشوة ولا راعشتنا هوني كاميرا ولا لا كاميرا خفية أراك شبشبك أعطي شبشبك سمحنا سمحنا هي توش عليك مية مية توش عليك مية مية لا هردو نردوش بالله عليك سمحنا وحق علينا ولا عش لي قلبي انا قلت لها قريب ركب لنا قلبي شي انا مش بجيبها من عرضه صح هذه كاميرا هنا هذه كاميرا كبرك هي الله هي والترك عمايل من يوم اهو اهو جيب.